خبر هو خبر كالصاعقة لأن كانت كتربطنا واحد العلاقة بهذا الهرم والساد. أنا كنقول الأب الروحي أستاذ عزيز الفضيلي، عزيز الفضيلي الإنسان، عزيز الفضيلي الفنان، عزيز الفضيلي الرجل الأنيق. كانت تجربة جميلة مع هذا الهرم في التسعينات، جولة في أنحاء المملكة المغربية، بعروض، لأن كما كيعرفوا الناس أنه من الأوائل من رواد مسرح الطفل. كنا كنقدموا عروض بالكراكيز لماريونات في الجنوب، في المدارس. سبق كذلك اشتغلت معاه لا مع حنان ولا مع عادل، وانا كنعتبر واحد من العائلة الفضيلي لرشدي. ولا بهذه المناسبة بغيت نبلغ تعازي ديالي للأسرة الفنية والعائلة الفضيلي الصغيرة والكبيرة، وإنا لله وإليه راجعون. إوا عزيزي راه ديالنا، عزيز الفضيلي صديقينا، وخدمت معاه واحد الوقت 1983 أطفال، وأنا بديت 74 خدمت مع ثلاثة أطفال ديال كراكيز ديال الدراري، وخدمت معاه في المسرحية ديالو وعز عنا، وخدمت مع طقس جاوية تاع تفادا شي دابا طقس جاوية، خدمت معاه شحال هادي مع شي 30 عام ولا 33 عام ولا 35 عام، خدمت مع الطقس ديالهم تاع الضحك. وعز الفضيلي مزيان وممتن وراجل مزيان، وعز الفضيلي مسرحي كوميدي ومخرج، عنده مخرج مؤلف ممتن. هو عز الفضيلي عنده حي فكرة ديالو، عنده ديالنا وديالنا. أنا خدمت معاه فضيل تيبغيني عز فضيلي، والله عمر دار عادل صديقي عادل الله يحمو مسكين، ما عرفش وقع عليه وما عرف واش كورونا ولا مرض ولا ضربوا البال ولا ما عرف. مشي هنايا هولندا ما عرفش أنا، هذا هو هذا. وكان حقا ديال فضيلي، وكان في الستاد، كان في الستاد من كان مسرح جاو استاد، كانوا استاد واحد الوقت قبل دي اطفال، كانوا استاد كري هو استاد قبل دي اطفال، هو كانوا استاد، كان مبدل الاول على استاد، هو كان استاد في قال مطراته فاضي، كان ممتل وكان استاد واحد الوقت. فباقي ما داروا اطفال، جا عاد دخلت انا اطفال انايا 83، ودخلت مع المسرحيه على 89، دخلت معاه انا نخدم وخدمت مع الطقس فاضي. هذا هو هذا قال وصديقي فاضلي وتيبغيني وتيقلب عليا ديما تيبغيني تيقلب عليا. وخدم مع الطقس تفادا تاع الجاويه، حراره تجعل الشوارع، وخدمت معاه داخل والله الله يرحمه. شي ما مشى لهولندا قدا مراه قرا ضربوا البر ما عرفش وقع عليه واش البر واش كورونا ولا ما عرف واش مع شي حاجه جو ولا مع لا. قالت موت واحد التيف الو مشى قال مشى ولانتا قال مريض مات قال مريض قال مشى ولانتا الو لاباس بخير يا وحش فضيلي قال مشى ولانتا مالو راه مريض راه ضربوا البن قال ضربوا البن ما عرف لا اعلم الله ضربوا البن ولا ما عرف مع السبله هي من الصباح. ولكن فضيلي الله يرحمه فضيلي مع التاريخ عجيب فضيلي عجيب مع فضيلي مع موقع عليه هكا ولكن